وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتأمل في خلق الله، وطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. لم يكن ذلك شكا في قدرة الله عز وجل على الإحياء والإماتة، بل السؤال كان عن الكيفية، كيف يحيي الموتى. وطلب أن يرى ببصره إحياء الموتى للبعث والجزاء، ليرتقي بإيمانه درجة من علم اليقين إلى عين اليقين. فقال له الله عز وجل: أولم تؤمن؟ وكيف لا يكون مؤمنا خليل الله؟ وكيف لا يكون مؤمنا أحد أولي العزم من الرسل؟ ولكنه سؤال في صيغة النفي، فهو ينفي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون شاكا في قدرة الله عز وجل في الإحياء والإماتة. وأكد ذلك النفي الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وتأمل معي جيدا، خليل الله ويطلب من ربه أن يطمئن قلبه، فماذا عن قلوبنا الضعيفة؟ فقال الله تعالى: فخذ أربعة من الطير، ولم يحدد أنواعهن، ولم يذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عن أنواعهن، ولا يعنينا ذلك. فصرهن إليك، أي فاضممهن إليك، واذبحهن، وقطعهن إلى أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن، وقل: تعالين بإذن الله. وهنا حدثت المعجزة، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعينيه الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، ورأى بعينيه الأجزاء يتصل بعضها إلى بعض، وكأن تلك الطيور لم تذبح ولم تقطع من قبل. ثم أتت تلك الطيور الأربع ساعية مسرعة بين يدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويكون بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ارتقى في الإيمان بالبعث والإحياء بعد الموت من درجة علم اليقين إلى عين اليقين. وأعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء، غالب على أمره، وقاهر فوق عباده، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. جزاكم الله خيرا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.